تليفون 0128-11-3017. ايه مشكلتك يا حاج؟ انا مشكلتي خدمت في الدولة المصرية دي، لو عايز اقول لسيادتك عن المؤسسات اللي انا خدمت بيها، خدمت في جميع مؤسسات الدولة 27 سنة منهم في شركة المية ما خدتش منهم جنيه، و13 سنة سواق تاكسي ما خدتش جنيه من الدولة ولا رغيف دعم حتى من الدولة. فبراسل رجال الأعمال وأهل الخير في مصر وفي أنحاء العالم يساعدوني، أنا عندي بنتين وعايز أجهزهم مش لاقي ومش لاقي أدفع الإيجار، عليا إيجار متأخر 6 أشهر، فبراسل أهل الخير لأن أنا مش عارف آخد حق من الدولة المصرية، وبراسل فريق الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وطبعا سجلت له بأكتر من قناة، فبستغيث برئاسة الجمهورية تتصل بيا، مش معقول بعد الخدمة دي كلها في الدولة هنبدأ نشحن، يعني ده ما يرضيش سيادتك يا سيادة الرئيس، احنا انتخبناك وقامت ثورتين، قامت ثورتين وكل الجريمة اللي أنا عملتها فصلوني بسبب إخلاء الطرف، ومش عارف آخد جنيه من الدولة المصرية، فبستغيث بأهل الخير وبرجال الأعمال المحترمين والسيد المهندس محمود خميسة ابن محافظة الشرقية، أنا من محافظة الشرقية بستغيث بيه، أنا مش لاقي أدفع الإيجار ولا لاقي أجهز عيالي، فبستغيث بالسيد المهندس المحترم محمود خميسة رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب، وشكراً.